ثم قال: باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ أقد هذا الباب: هل يجعل الإمام للنساء يوما على حدة، أو هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ معناه يجعل لهن يوم يتعلمن فيه، فإنهن يستحيين وقد جبلن على الحياء، ولهن كثير من الأحكام التي تختص بهن، ولا يستطيعن السؤال عنها أمام الرجال وأمام الناس، فلذلك من الأدب والفضل أن يجعل لهن يوم. وأيضا النساء ذوات غيرة، فيحتاجن إلى خصوصية في هذا، فلذلك جعل لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. فقالت امرأة منهن: واثنين. قال: واثنين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: لم يبلغ الحنث. هذا الحديث رواه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قد ذكره هنا من رواية أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قالت النساء، أي قالت وافدتهن وهي زينب زوجة عبد الله بن مسعود، قد أخبرت أنها وافدة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال. وهذا من غيرة النساء، فالرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي مجالسه، والنساء يستحيين، وإن كنا يحضرن بعض المجالس مع الرجال في بيته صلى الله عليه وسلم، ويحضرن الخطبة في المساجد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منعهن من ذلك، كما سيأتينا في حديث ابن عمر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولكن مع ذلك أردنا الخصوصية. قالت: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما. الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا. فلما سأله النساء أن يجعل لهن يوما لا يزاحمهن الرجال فيه، وعدهن يوما، خصص لهن يوما. هذا اليوم هل هو متكرر أو كان يوما واحدا محل خلاف. فقد جاء بعض الروايات تدل على أنه يوم متكرر، وهذه الرواية التي بين أيدينا في حديث أبي سعيد، وكذلك ما سيأتينا قريبا أيضا في حديث أبي هريرة، لا يدل على التكرار، وإنما هو يوم واحد وعدهن فيه. لقيهن فيه، اجتمع إليه عدد منهن، وليس المقصود أنه لقي جميع النساء المؤمنات، بل لقي عددا منهن فيه. فوعظهن وأمرهن، أمرهن معناه بالمعروف، فكان فيما قال لهن. هذا الوعظ ليس دائما نذارة، بل فيه بشارة، وهذا الهدي النبوي، لأن العيش الطبيعي للمؤمن أن يعيش بين الرجاء والخوف، فهو يرجو ويخاف، فإذا عمل صالحا رجا أن ينجيه هذا العمل الصالح، وخاف أن لا يتقبله الله منه، فيكون بين الرجاء والخوف، وإذا عمل سيئة خاف من عقوبتها ورجا مغفرة الله سبحانه وتعالى، فيكون بين الرجاء والخوف، إلا عند إقباله على الموت، فحينئذ يغلب جانب الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الصحيح: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله تعالى. وقد جاء في القرآن كثير من الآيات التي تشعر بالجمع بين الرجاء والخوف، ومن أبلغ ذلك آية سورة الليل، فإن الله قال فيها: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. هذا رجاء عجيب جدا، هذه النار لا يصلاها إلا الأشقى، أشقى أفعل تفضيل، شديد الشقاوة، الذي كذب وتولى، فتقول: الحمد لله أنا لست كذلك، فيأتي الرجاء. لكن تقرأ بعدها: وسيجنبها الأتقى، شديد التقوى، الذي هو على مقام التقوى، أفعل التفضيل،
الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فتقول أنا أيضا لست كذلك، فيأتيك الخوف فتبقى بين الرجاء والخوف. فأولها للرجاء وآخرها للخوف. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان مما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. أي امرأة قدمت ثلاثة من ولدها، أي لم يبلغ الحنثة كما في حديث أبي هريرة، أي لم يبلغ الاحتلام، إلا كانوا لها سترا من النار كما في حديث أبي هريرة. في حديث أبي سعيد هناك كان لها حجاب من النار، كان لها حجاب بينها وبين النار، وذلك لأجل الصبر. فالمصائب تكفر السيئات، مصائب المؤمنين تكفر السيئات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. وإذا أخذ الله صفي الإنسان من أهل الدنيا فصبر فما له جزاء إلا الجنة، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا كان لها حجاب من النار، وفي الرواية الأخرى حجابا من النار، أي كانوا لها الثلاثة حجابا من النار. وفي حديث أبي هريرة سترا من النار. قالت امرأة منهن واثنين: لعل هذه المرأة فقدت اثنين من أولادها فأرادت أن يكون لها هذا الوعد، فقالت: واثنين. فأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واثنين. قال: واثنين. وفي رواية أبي هريرة، وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: لم يبلغ الحنثة، معناه ولا إلى أولاد، ماتوا صغارا، فذلك أقمن لحزن أمهن عليهم، أمهم عليهم، وليكونوا حجابا من النار، لأن الكبير أصبح مستقلا وسيبعث وحده يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أما الصغير إذا كان من أولاد المسلمين فهو من أهل الجنة بالإجماع، وإذا كان من أولاد الكفار ففي خلاف على سبعة أقوال: قيل من أهل الجنة لأنه لم يبلغ الحنثة ولم تقم عليه الحجة، وقيل من أهل النار تبعا لأبويه، وقيل من أهل الأعراف بين الجنة والنار، وقيل لا يحشر بل يبقى في البرزخ أصلا، وقيل بل يكون كأهل الجاهلية أهل الفترة فيمتحن، وقيل يوقف عنه فلا لا يتكلم فيه، وقيل يكونون كالدواب والبهائم فيحشرون لاستقصاء المظالم ثم بعد ذلك يذهبون. هذه سبعة أقوال. قد أشار السيوطي إلى بعضها في الكوكب الساطع فقال: والخلف في ذرية الكفار، قيل بجنة وقيل النار وقيل بالبرزخ، والمصير ترما والامتحان عن كثير، وقيل بالوقف، وولد المسلمين في جنة الخلد بإجماع النوم. ولد المسلمين بالإجماع من أهل الجنة. نقف هنا للصلاة إن شاء الله.